ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. مادة Applied Mechanics، الفرقة الأولى ميكانيكا، هندسة طنطا. دكتور أيمن رفعت، محاضرة رقم 8 بتاريخ 19/4/2022. كلمنا المحاضرة اللي فاتت يا شباب على إن إحنا إزاي نجيب ال المومنت اوف انيرشيا وبرودكت اوف انيرشيا حوالين محاور بتميل على المحاور الافقيه، بتميل بزاويه ثيتا على المحاور الافقيه. وقلنا القوانين بتاعتنا، وقلنا ازاي نحسب الايه الاي اكس داش. ده الكلام ده احنا قلناه، بس هنرجع بسرعه كده. قلنا ديت القوانين، لو احنا اللي هو البرنسبال اكسس والبرنسبال مومنت اوف انيرشيا. قلنا لو عندنا الاي اكس الاول معلومه والاي واي معلومه حوالين المحاور اللي هي العاديه، محور اكس ومحور واي، والبرودكت اوف انيرشيا اللي هي الاي اكس واي حوالين المحاور العاديه، وحبيت احول الفف المحاور دي بزاويه سيتا على الافقي، فيبقى عندي المحاور الجديده اللي هي اكس داش وواي داش، والبرودكت اللي هو اي اكس داش واي داش. أقدر أحسبهم من الثلاث قوانين اللي قدامنا دول، الـ IX داش والـ IY داش والـ IX داش Y داش. ولقينا إن المعادلات بتاع الـ IX داش والـ IX داش Y داش بيمثلوا معادلة دايرة، يعني قدرنا منها نرسم دايرة اللي هي قدامنا ديت. الدايرة ديت مركزها بيبعد المسافة اللي هي الـ I average، بحيث إن الـ I average ديت بيساوي الـ I maximum زائد الـ I minimum على 2، أو الـ I average دي بتساوي الـ I x زائد الـ I y على 2 اللي إحنا حسبناه. فبمعلومية الـ I x والـ I y أقدر أحسب الـ I average، وبرضه قدرنا نجيب نص قطر الدايرة. طبعا إحنا قلنا إن في هنا تربيع، طبعا منسية في القانون. نص قطر الدايرة من العلاقة اللي هي الـ radius الـ r بتساوي جذر التربيع الـ i x ناقص الـ i y على 2 كل تربيع زائد الـ i x y كل تربيع. فقدرنا نرسم الدايرة اللي قدامنا اللي بالأحمر ديت. الدايرة ديت بتقطع محور الـ i x داش اللي هو المحور الأفقي في نقطتين، نقطة b ديت بتديني المسافة اللي هي الـ i minimum، ونقطة a بتديني المسافة اللي هي الـ i maximum، ومركز الدايرة عند الـ i average. تمام؟ لو خدت أي نقطة في الدايرة، لو خدت أي نقطة في الدايرة هتقدر من عند النقطة دي تحسب الـ I X داش بتاعتها، والمحور والرأسي الـ I X داش واي داش بتاعتها. تمام؟ وعرفنا اللي هو السيتا إم أو السيتا ماكسيمم اللي هي بتديني الزاويتين اللي ما بينهم 90 درجة، اللي منهم بقدر احدد البرنسبال اكسس اوف اريا اباوت نقطه او، اللي هي من القانون تان 2 سيتا ام بتساوي سالب 2 اي اكس واي على اي اكس ناقص الاي واي. وقلنا السيتا ام ديت يا شباب لو انا لففت المحاور بزاويه سيتا ام هيبقى الاي اكس داش والاي واي داش، اي واي داش هيبقى قيمهم ماكسيمم ومينيمم. الاي اكس داش هتبقى بتساوي الاي ماكسيمم، والاي واي داش هتبقى قيمتها اي مينيمم. فانا يعني الزاويه سيتا ده اهي، لو بقت بتساوي سيتا ام في الحاله دي الاي اكس داش هتساوي الاي ماكسيمم، والاي واي داش اللي هي عموديه عليها هتساوي الاي مينيمم. تمام كده؟ وخدنا مثال على الموضوع ده المره اللي فاتت، اللي هو المثال بتاع الكاميرا اللي على شكل حرف زد ديت، كان مديني الاي اكس والاي واي، وانا حسبت الـ i x y بنظرية المحاور المتوازية، وبعد كده كان هو عاوز الـ orientation of principal axis للسيكشن ده حوالين O. الـ orientation يعني عاوز الثيتا m، يعني عاوز مكان الـ principal axis أو زاوية ميل الـ principal axis اللي هما الزاويتين، الزاوية الحادة والزاوية اللي هي بتساوي الزاوية الصغيرة زائد 90 درجة. وعاوز الـ values بتاع الـ principal moments of inertia about O. قلنا معنى كلمة principal moment of inertia يعني يقصد الـ I maximum والـ I minimum. فإحنا طبقنا المرة اللي فاتت، جبنا الـ I x y
عن طريق إن إحنا قسمنا الكاميرا ديت لثلاث مستطيلات، كل مستطيل حسبنا مساحته وحسبنا وحددنا مركز الثقل بتاعه، وحددنا الإكس داش بتاعته والواي داش بتاعته من نقطة الأصل اللي هو مدهاني في المسألة، وحسبت الإيه الإكس داش واي داش في الأريا، وطبقنا القانون دوت اللي هو الأي إكس واي بيساوي السمشن للأي إكس داش واي داش اللي هما حوالين المحور اللي بيمر بمركز ثقل الجسم، زائد الإكس داش في الواي داش في الأريا اللي هو السمشن اللي هو تحت ده. ولقينا إن المحاور عشان بتمر بمركز ثقل الجسم فقيمة الأي إكس داش واي داش في الثلاث مستطيلات بتساوي صفر، لأن الأبعاد لو جينا جبنا البعد إكس داش أو واي داش لكل مستطيل لوحده حوالين المحور اللي بيمر بمركز ثقله هنلاقي البعد ده بصفر، وبالتالي قيمة الأي إكس داش واي داش بتساوي صفر. فقدرنا استنتجنا إن الأي إكس واي اللي أنا عاوز أحسبها هتساوي سمشن بتاع الإيه الإكس داش واي داش في الأريا اللي إحنا حسبناه. فحسبنا الأي إكس واي، ودي كانت أهم نقطة أوي ديت، لو من غيرها مش هقدر أحل المسألة عشان أعوض في القوانين اللي أنا حافظها عشان أجيب الـ إيه الـ تان 2 سيتا إم بمعلومية الـ I X Y والـ I X والـ I Y اللي عندهم لي. فطلعت إن السيتا إم واحدة قيمتها 37.7 والتانية لازم تكون أزيد من الأولانية ب 90 درجة اللي هي 127.7، ومن قانون الـ I Max I Maximum والـ I Minimum اللي هو بيساوي الـ I Average بلس أو ماينس الـ Radius جبنا قيمة الـ I Maximum اللي احنا بنسميها الـ IA والـ I Minimum اللي احنا بنسميها الـ IB. ده احنا قلناه المرة اللي فاتت وبنقوله تاني لأن ده هنحتاجه النهاردة، إن احنا إن الـ I Maximum اللي هي IA بتميل بزاوية سيتا اللي هي سيتا M على المحور الأفقي، والـ I Minimum اللي هي IB بتميل بزاوية سيتا ام اللي هي بتساوي السيتا الصغيرة اللي هي الحادة زائد 90 درجة، تمام، اللي هي الزاوية المفرجة على المحور محور اكس بتاعنا، ومثلناها بالشكل ده اهوت ده محور اكس. لو خدت الزاوية اللي هي سيتا ام اللي هي 37.7 درجة هيدي لك المحور اللي هو محور ايه اللي هو ميل الاي ايه او الاي ماكسيمم، ولو خدت من محور اكس الزاوية المنفرجة اللي هي 127.7 اللي هي السيتا ام القيمة التانية الكبيرة بتاعتها هيدي لك محور بي اللي هو عليه قيمة الاي بي او الاي مينيمم، تمام. النهاردة بقى هنعمل ايه؟ نفس الكلام اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت بس هنعممه. يعني ايه هنعممه؟ في راجل اسمه مور عمل حاجة اسمها مور سايكل دايرة مور فور مومنت اوف اند برودكت اوف انرشي. لك طب ما انا ادام ان انا رسمت المره اللي فاتت لما حسبت الاي اكس داش والاي واي داش والاي اكس داش واي داش لقيت ان هنا الاي اكس داش ممكن امثلها على المحور الافقي والاي اكس والاي اكس واي ممكن امثلها على المحور الراسي، وهلاقي ان في هنا مركز للدايره وفي دايره، طب ما الدايره دي ممكن تمثل لي المومنت اوف انيرشيا او البرودكت اوف انيرشيا مش لزاويه واحده، لعدد لا نهائي من الزوايا. يعني ايه؟ ما احنا قلنا اي نقطه على الدايره ديت لو جيت خدت المحور الافقي بتاعتها هيدي لك الايه الاي اكس داش، لو جيت خدت المحور الراسي بتاعتها هيدي لك الاي اكس واي. هو هنا قال لك طب ما خلاص، طب ما نعمل الدايره ديت تبقى بصفه عامه، لو انا قعدت الف في المحاور بتاعتي بكذا زاويه اقدر اطلع قيم الاي اكس داش والاي واي داش والاي اكس داش واي داش من على الدايره بتاعتي، كل زاويه تديني نقطه على محيط الدايره بتاعت المور سايكل دي، تمام. ازاي؟ قال لك مبدئيا دي مور سايكل، دي الدايره هي بالظبط نفس الدايره اللي احنا اشتغلنا عليها المره اللي فاتت. قال لك ذا مومنت اند برودكت اوف انيرشيا فور ان اريا لاريا ار بلوتد از شون اند يوزد تو كونستراكت مور سايكل، بتمثل كالتالي. انا عشان ارسم مور سايكل ديت محتاج حاجتين، عشان ارسم اي دايره محتاج حاجتين، فين مكان مركز الدايره اللي هو الاي افريج
اللي هو بعد مركز الدايرة عن نقطة الأصل بتاع المحور الأفقي اللي هي المسافة OC، الأي أفريج اللي هي المسافة OC، صح؟ ديت الأي أفريج اللي هو عشان أحدد بيها السنتر أوف مور سايكل، وحددت مركز الدايرة محتاج نص قطر عشان أرسمها. نص قطر الدايرة من العلاقة دي طبعا في هنا برضه تربيع برضه منسية هنا، اللي هي هنا برضه منسية، فأنت واخد بالك إن الراديوس بتساوي الجذر التربيعي اي اكس ناقص الاي واي على 2 الكل تربيع هنا كده زائد الاي اكس واي تربيع. عرفت المعلومتين دول تقدر ترسم الدايره، عندك نص قطر الدايره ومكان نص القطر اهوت على بيقع طبعا الدايره ديت نص القطر او مركز الدايره بيقع على محور الافقي اللي هو محور الاي اكس داش او الاي واي داش. فانت بتيجي تاخد المسافه الاي افريج على المحور الافقي تحدد النقطه سي وتفتح المرجع بنص القطر وترسم الدايرة بتاعتك، تمام؟ رسمنا الدايرة ديت اسمها مور سايكل. مبدئيا احنا عندنا عشان نرسم الدايرة ديت لازم يكون عندنا الاي اكس والاي واي والاي اكس واي، تمام؟ عشان احدد مركز الدايرة ونص قطرها وارسم. طيب الاي اكس والاي واي والاي اكس واي دول الاي اكس والاي واي اللي هي المومنت اوف انيرشيا حوالين المحاور العادية بتاعتنا محور X ومحور Y، اللي هي المحاور اللي هي المحور الأفقي اللي هو محور X والمحور الرأسي اللي هو المحور Y، من غير دوران، من غير دوران يعني لما كانت سيتا بتساوي صفر، تمام؟ والـ IXY الـ product of inertia برضه حوالين محور X والمحور Y. فهو الأول قال لك ده الخط ده أهو اللي هو المايل بالأسود ده، ده محور X وY، ده محور اكس واي، الخط المايل ده يعني ايه؟ يعني الخط اللي هو احنا عندنا المحاور المختلفة هتبقى اقطار في الدايرة، اقطار في الدايرة، عشان لما اجي اعمل قطر يقطع لي الدايرة في نقطتين اقدر احدد من النقط ديت احدد الاي اكس والاي واي والاي اكس واي. ازاي؟ اول حاجة اهو لما تيجي تعمل المحور الاسود ده المحور اللي هو اللي بيحدد لي اكس من هنا وواي من هنا، على طول بتبقى الاي اكس اكبر من الاي واي، عشان كده هتلاقي نقطه اكس هي البعيده عن نقطه الاصل. طيب انا استفدت من هنا ايه؟ لما تيجي من نقطه الاكس دي وتنزل افقي، اسف، تنزل راسي، المسافه ده هي كلها ديت مسافه بعد نقطه اكس عن المحور الراسي دي قيمه الاي اكس، قيمة الـ IX. طيب قيمة الـ IY هجيبها منين؟ النقطة التانية اللي هي تقاطع الدايرة هنا ديت نقطة Y، فلو خدت المسافة بين نقطة Y المسافة الأفقية والمحور الرأسي هيدي لك قيمة الـ IY، هيدي لك قيمة الـ إيه؟ الـ IY. فأنت كده الـ IX والـ IY بتجيبهم من على المحور الأفقي، عشان كده أقدر أسمي المحور الأفقي ده IX و IY، وأقدر برضه أسميه اي اكس داش واي واي داش، لان ما بجيبش من عليه الاي اكس والاي واي بس، على حسب القطر اللي انت هتقطع بيه الدايره بتاعت مور سايكل دي. ثواني هحاول اكبرها شويه. على حسب القطر اللي انت هتقطع بيه دايره مور ده. فانت هنا لو قطعت الخط الاسود ده زي ما احنا قلنا ده محور اكس واي اللي هو المحاور الاصليه، فالنقطه ديت تقاطع الدايره مع محور اكس ده هيدي لك قيمه الاي اكس الاصليه اللي انت رسمت بيها الدايره، ونقطه واي ديت المسافه دي هتدي لك الاي واي الاصليه اللي انت رسمت بيها الدايره. طيب الاي اكس واي بجيبها منين؟ من على المحور الراسي زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت، البرودكت اوف انيرشيا بيبقى من على المحور الراسي، يبقى المسافه ده هي الراسيه ما بين نقطه اكس او نقطه تقاطع محور اكس مع الدايره والمحور الأفقي، المسافة الرأسية دي هي قيمة الـ IXY. حلو أوي. طب دول قيمة الـ IX والـ IY والـ IXY اللي هم المحاور الأصلية. طب أنا لو لففت المحاور بتاعتي، دول عندي محاور X ومحور Y، دول أنا عرفت قيمهم، جبتهم لما مثلت محور XY على الدايرة، محور المايل ده، عرفت أقراهم إزاي من على دايرة مو. طب فرضًا أنا لففت المحاور بزاوية سيتا، بقت المحاور بتاعتي محور إكس داش ومحور واي داش، والزاوية سيتا اهي اللي هي زاوية ميل المحاور ديت على محور إكس اللي هو الأفقي.
عاوز اجيب الاي اكس داش والاي واي داش والاي اكس داش واي داش. طيب طب سهله هي هي، بس في ملحوظه مهمه لازم ناخد بالنا منها. طبعا الاي اكس داش والاي واي داش دول هنجيبهم من على النحو الافقي، والاي اكس داش واي داش اللي هي البرودكت هنقراها من على النحو الراسي. بس خلي بالك، خلي بالك في حته مهمه، انت لففت المحاور هنا بزاويه اسمها سيتا، تمام؟ لما تيجي تلفف المحاور في دايره مور سايكل هتضرب الزاويه دي في 2، يعني هتلفف المحور بزاويه 2 سيتا عن ايه؟ عن المحور، عن المحور الاصلي اللي هو كان خط اسود، محور اكس الاصلي. ازاي عامل حاجه اهو؟ ده محور اكس اهو، المسافه سي اكس ده المايل، الخط الاسود المايل ده، ده بيمثل المحور الافقي اللي هو محور اكس بتاعنا، ده بيمثل المحور الافقي بتاعنا. يبقى الريفرنس بتاعك اللي هو المحور سي اكس ده، ده محور اكس انت لففته بزاويه 2 سيتا، 2 سيتا لفوق، بزاويه سيتا اسف لفوق، يبقى هتقوم جاي واخد الزاويه دي تضربها في 2، تقوم جاي واخد زاويه 2 سيتا برضه في الاتجاه فوق محور اكس، وتقوم جاي عامل المحور بتاعك، يبقى ده محور اكس داش واي داش اهو تحت. واضح يا شباب؟ يبقى دلوقتي الزاويه اللي انت هتلففها الفعليه للشكل اللي هي سيتا هتلفف ضعفها، هتضربها في 2، 2 سيتا، وتلفف بيها المحاور على المور سايكل عشان تجيب المحورين الجداد، المحورين الجداد او اللي هو القطر الجديد اللي هو بيمثل اكس داش واي داش. ادام عملت المحور قطعت الدائره في نقطتين، مور سايكل في نقطتين، النقطه اللي فوق اللي هي البعيده هتقرا لك هتدي لك الاي اكس داش، والنقطة القريبة هتدي لك الـ I Y داش، تمام؟ طب عاوز أجيب الـ I X داش Y داش، تمام يا باشا. الإيه؟ المسافة الرأسية من أول نقطة X داش لحد المحور الأفقي. لو خدت المسافة الرأسية من تحت هيدي لك نفس القيمة بس للسالب. يعني لو خدت المسافة الرأسية ما بين النقطة بتاع Y داش والأفقي هيدي لك نفس القيمة بس للسالب، يعني في الاتجاه السالب لمحور I X داش Y داش. تمام؟ يبقى انا كده عرفت لو عايز الف في الشكل بزاويه سيتا هلففها في مور سايكل 2 سيتا، ومن تقاطع المحاور الجديده او القطر الجديد مع المور سايكل هيحقق الاي اكس داش من على الافقي والاي واي داش من على الافقي والاي اكس داش واي داش من على المحور الراسي. طيب لو انا عاوز بقى اجيب البرودكت مومنت اوف انرجي، البرودكت يبقى هلف في المحاور بتاعتي بزاويه سيتا ام، سيتا ام. ففرضا احنا حسبنا السيتا ام طلعت سيتا ام بالشكل ده، لازم الف في المحور مش فوق بقى، مش فوق محور اكس، لا تحت محور اكس بزاويه قيمتها سيتا ام، وبالتالي ده محور الايه اللي هو بيديني الاي ماكسيمم، وده محور بي اللي هو بيديني الاي مينيمم. يعني السيتا هنا يا شباب سالبه عشان ايه؟ ما طلعتش فوق، نزلت لتحت، فالسيتا ام دي طلعت سالبه في الربع اللي هو الربع الرابع. فالمهم طلعت السيتا ام مثلا وعرفت ان المحور ده المحور ايه اللي هو الاي ماكسيمم، ومحور دي اللي بيديني الاي مينيمم، عاوز امثله على المور سايكل. خلاص السيتا ام دي قيمتها وليكن مثلا 30، اضربها في 2 يبقى 60. زي ما كنت بلففها تحت محور اكس هلففها برضه هنا في مور سايكل تحت محور اكس، ادي محور اكس اهو، تمام؟ واقوم جاي واخد ال 60 درجه او الزاويه اللي انا هلففها اللي هي 2 سيتا ام عشان يديني لازم تطلع على المور سايكل اللي هو الخط الافقي. ليه؟ لان الخط الافقي ده احنا بنتكلم على البرنسبل مومنت اوف انرجي. البرنسبال مومنت يعني الاي ماكسيمم، الاي ماكسيمم اللي هو ابعد مسافه ما بين نقطه الاصل وتقاطع الدائره مع المحور. فابعد مسافه لما يكون الايه القطر بتاعك افقي، اللي هو هنا هيدي لك النقطه دي ابعد نقطه في الدائره عن نقطه او، النقطه ده هي اللي هي اخر الدائره خالص، فديت الاي ماكسيمم اللي هي الاي اي. والاي مينيمم اقل مسافه او اقرب مسافه هي النقطه دي، ديت الاي مينيمم. فعلى طول في المور سايكل البرنسبال مومنت اوف انيرشيا بجيبها من الخط الافقي، الخط الافقي او القطر اللي هو بيبقى افقي بيقطع الدايره في نقطتين، النقطه البعيده اللي هي الاي ماكسيمم او الاي اي،
والنقطة القريبة اللي هي الاي مينيمم او الاي بي، تمام؟ فانت بطريقة تانية انت عارف ان ده مكان، ان الخط ده اللي هو اسمه اي بي ده الازرق ده، هو ده المكان البرودكت مومنت اوف البرنسبال مومنت اوف انرجي اللي هي بيجيب لك الاي ماكسيمم والاي مينيمم، وحسبت من القانون الثيتا ام وضربتها في 2 جبت 2 ثيتا ام، تقوم جاي منها تعمل الزاويه ثيتا تحدد محور اكس واي، يعني محور اللي هو الاي بي دوت اللي هو بيدي لك الماكسيمم والمينيمم ده افقي معروف مكانه في الدايره، رسمت الدايره فانت عرفت الاي ماكسيمم اهي والاي مينيمم اهي مش محتاجه، تمام؟ وعندها الاي اكس واي بتبقى قيمتها بصفر في حاله البرنسبل مومنت اوف انرجي، الاي ماكسيمم اهي والاي مينيمم اهي، هتلاقي الاي اكس واي بصفر او الاي اكس داش واي داش بصفر. ليه؟ مفيش ايه؟ مفيش مركبه راسيه للمومنت اوف انرجي. فانت حددت المحور اللي هو رسمت الدايره وجبت الاي ماكسيمم والاي مينيمم، تحسب الثيتا ام او 2 ثيتا ام من القانون، وتقوم جاي عاملها ال 2 ثيتا ام على الرسمه على الدايره، يرسم لك محور اكس واي. دي طريقه عشان تحدد محور الايه؟ الاكس واي على الدايره عن طريق الزاويه ثيتا ام او 2 ثيتا ام، ومكان وتاخد الميل دوت من على الافقي عشان تحدد مكان محور اكس واي الاصلي على الموس. واضح يا شباب اللي احنا قلناه لحد دلوقتي؟ ها؟ تمام يا دكتور. تمام. يبقى احنا دلوقتي اذا مثلنا دايره مول، عرفنا اي الزاويه سيتا اللي انت هتلفف بيها المحاور، هتعملها 2 سيتا على الدايره وترسم المحور الجديد بتاعك، وتقرا من دايره مول. انت في المساله هتجي لك مثلا، لو جات لك مساله على دايره مول هترسم دايره مول دي بسكيل بمقياس رسم، هترسمها بسكيل وهتطلع من عليها القيم الاي اكس والاي واي والاي اكس واي من غير ما تحسبها بالقوانين اللي احنا قلناها في المحاضره اللي فاتت. يبقى احنا دلوقتي عندنا طريقتين، طريقه تحليليه او طريقه بالقوانين ان احنا نحسب الاي اكس داش والاي واي داش والاي اكس داش واي داش، او ان احنا نحسب الاي ماكسيمم والاي مينيمم والقوانين ديت بتاعتها بقوانين. دي الطريقه. والطريقه الثانيه ان احنا نرسمها نجيبها بيانيا باستخدام المور سايكل، ان احنا نحسب بس الكونتينر والاي افريج والريديوس، ونرسم دايره مول. طبعا في هنا تربيع برضه اقولها المره العاشره، هنرسم دايره مول بمقياس رسم السكيل، وبعد ما ترسمها تشوف انت هتلفف بزاويه كام، وتلفف وتطلع القيم الجديده وتبقى في مقياس الرسم تحسبها ايه بيانيا زي ما نشوف في المثال دلوقتي. فهنا بيقول لك ايه، المور سايكل مي بي يوز تو جرافيكالي اور اناليتيكالي ديترماين. بص، جرافيكالي ده بيانيه، انك تحدد ايه بيانيه. اناليتيكالي اللي هي القوانين تحليليه، اللي هي القوانين احنا قلناها المحاضره اللي فاتت، القانون بتاع اي اكس داش والقانون اي واي داش، القانون بتاع اي اكس داش واي داش، ومنهم جبنا الاي افريج وجبنا الريديوس من القوانين دول عشان نقدر نرسم دايره مول. بنحدد بيهم ايه؟ ديترماين ذا مومنت، ذا مومنت اند برودكت اوف انرشيا، المومنت والبرودكت اوف انرشيا اوف اني اذر ريكتانجلر اكسس انكلودنج ذا برنسبال اكسس اند برنسبال مومنت اوف انرشيا اند برودكت اوف انرشيا. يعني باستخدام المول سايكل اقدر احدد اي قيمه للاي اكس داش والاي واي داش، دول المومنت اوف انيرشيا حوالين اي محور بيميل بزاويه سيتا، واقدر احدد البرودكت اوف انيرشيا بتاعته اللي هي الاي اكس داش واي داش، واقدر احدد البرنسبال مومنت اللي هي الاي ماكسيمم والاي مينيمم والبرودكت اوف انيرشيا عند اي زاويه. طب تعال نشوف مثال، تعال نشوف مثال. المثال اللي قدامنا ده بيقول لي ايه؟ تمام، مديني ال بيم او الكاميرا اللي على شكل حرف ال ديت، تمام، وبيقول لي ذا مومنت اند برودكت اوف انيرشيا ويز ريسبكت تو اكس اند واي اكسس ار
المومنت اوف انيرشيا اللي هي حوالين اكس حوالين واي، يعني الاي اكس والاي واي، والبرودكت اوف انيرشيا حوالين محورين اكس وواي اللي هو الاي اكس واي، مدينا قيمتهم. الاي اكس مدينا قيمتها اهوت 7.24 × 10^6، هي طبعا ديت فوق بس نزلت وقعت مننا، يعني دي 10^6 مش 106 يعني. والاي واي 2.61 برضه في 10^6، فالستة ديت أس ما هيش رقم يعني، تمام، فديت أسس يعني. والاي اكس واي هي اللي اتظبطت اهي، سالب 2.54 في 10^6 مليمتر مربع. حلو قوي، يعني هو مديني في البداية كده الاي اكس والاي واي والاي اكس واي. حلو قوي، يعني انا اقدر احسب الاي افريج، اقدر احسب اي اكس زائد اي واي على 2، اقدر احسب الريديوس، اقدر احسب القانون بتاعها حافظينه فوق. طيب ايه المطلوب؟ using a more cycle، يبقى انا هرسم المور سايكل مفيش مشكله. الان اي افريج عندي والريديوس بتاع دايره مور عندي، فاقدر احددهم وارسم الدايره بمقياس رسم. بعد كده بعد ما ترسمها ديترماين عاوز ايه بقى؟ the principal axis about O. البرنسبال اكسس يعني ايه؟ قلنا الاي ماكسيموم والاي مينيموم اللي هي الاي اي والاي بي اللي هو هجيبهم من على تقاطع الدايره مع المحور الأفقي. سهل، مفيش فيها مشكلة. طيب the values of the values of the principal moments about O. معلش، المطلوب الأولاني the principal axis about O، أو عاوز مكان المحاور، يعني عاوز الثيتا إم. المطلوب الأولاني عاوز الأورينتيشن بتاع ال principal axis مش قيمها. عاوز قيمها يعني عاوز زاوية الميل، يعني عاوز آسف عاوز البرنسبال أكسس، عاوز المحاور، يعني فين مكان المحاور اللي هو المحور A ومحور B بتوع الأي ماكسيموم والأي مينيموم، يعني عاوز أحسب له الثيتا إم. ماشي، بعد كده عاوز the values of the principal moment of about O، يعني عاوز قيم الأي ماكسيموم اللي هي الأي A والأي مينيموم اللي هي الأي B، وعاوز بعد كده the values of the moment and the product of inertia about x dash y dash axis. عاوز بعد كده مديني هو هنا محور x dash اهو بيميل بزاوية ثيتا اللي هي 60 درجة عن محور x، ومحور y dash طبعا عمودي على محور x dash. عاوز نجيب الايه؟ ال moment of inertia اللي about x dash y dash i x dash i y dash، وال product of inertia ل i x dash y dash من على المور سايكل. طيب الموضوع سهل مفيش فيه حاجة، هنعمل إيه؟ خطوات الحل هنا هنحل باستخدام مور سايكل، مش هنستخدم القوانين. فهو هنا بيقول لك هنعمل إيه خطوات الحل. أول حاجة هنرسم البوينت، بلوت ذا بوينتس اي اكس والاي اكس واي اند اي واي واي وسالب اي اكس واي. كونستراكت مور سايكل بيزد اون ذا سيركل دايمتر بتوين ذا بوينتس، يعني هنحدد ال هنرسم مور سايكل، هنرسم المحاور بتاعتنا وهنحدد عليها المور سايكل. ماشي، هنشوف دلوقتي هنرسمها ازاي. بيزد اون ذا سيركل، اعتمادنا على السايكل، هنحدد الاورينتيشن اوف ذا برنسبال اكسس، مكان البرنسبال اكسس يعني الثيتا ام هنحددها، اند ذا برنسبال مومنت اوف انرشي، وقيم البرنسبال مومنت اوف انرشي. وبرضه باستخدام المور سايكل هنحسب المومنت اند برودكت اوف انيرشيا وذ ريسبكت تو اكس داش واي داش اكسس. هنجيب الاي اكس داش والاي واي داش والاي اكس داش واي داش، هنقراهم من على الرسم. طب تعالى نشوف هنرسم ازاي. احنا دلوقتي هنحل بيانيا باستخدام المور سايكل، مش هنرسم تحليلي، مش هنحل تحليليا باستخدام القوانين. حلو، اول حاجه هنرسم الدايره، هنرسمها ازاي؟ حلو، هو حتى الدايره مش هنحسب القانون مش هنحسب نص قطرها ولا الاي افريج بالقانون. هو رسم الدايره هنا ازاي عشان يبقى كله من A to Z بيانيا؟ هو مديني في المساله ايه يا شباب؟ مديني الثلاث معلومات دول، مديني الاي اكس ومديني الاي واي
ومديني الاي اكس واي اللي هي البرودكت اوف انرجي، تمام كده. طيب هيرسم هو ايه؟ هيقوم جاي عامل بس المحورين اللي احنا هنرسم عليهم، المحور الافقي اللي هو الاي اكس والاي واي، والمحور الرأسي اللي هو الاي اكس واي. طبعا هنا عشان ال 10 اس 6 ديت الارقام هتبقى كبيره، فتخلي اي قيمه هنا مضروبه في 10 اس 6، يعني بدل ما تحدد يعني مثلا لو هتحط 7 و24% في 10 اس 6، لا هتمثل 7 و24%، وكل القيم اللي انت ممثلها هنا مضروبه في مقياس رسم اللي هو 10 اس 6 مليمتر مربع عشان الرسمه تتظبط معانا. فهيحدد هو ايه؟ هيحدد النقطتين، النقطه اللي هي الاي اكس والاي اكس واي، تمام، اللي هي النقطه ديت هتديني احداثيات محور اكس، هتديني تقاطع محور اكس مع الدايره. انا لسه ما حددتش الدايره، خلي بالك ما رسمتش الدايره لسه، انا عملت المحاور. فالاي اكس اللي هي قيمتها 7 24%، فهمشي من على المحور الافقي 7 24% مقياس الرسم بتاعي، هيديني النقطه دي، واقوم جاي نازل او هطلع، المفروض هطلع قيمه الاي اكس واي. الاي اكس واي عندي قيمتها سالبه، سالب 2 و54 و54%، فهضطر انزلها لتحت، فهنزل لتحت هيديني النقطه دهي. انا حددت دلوقتي النقطه دي، النقطه ديت اللي هي نقطه اكس. نقطه اكس دي احداثياتها اي اكس واي اكس واي، تمام. واقوم جاي بنفس الطريقه هعمل احدد نقطه واي، احداثيات نقطه واي اي واي وسالب اي اكس واي، اي واي وسالب اي اكس واي. الاي واي بكام؟ اللي هي 2.61%، اي 2.61%، يعني همشي من نقطه او مسافه 2.61% مقياس الرسم هيديني نقطه اي، واقوم جاي ضارب الاي اكس واي ديت في سالب، هتبقى سالب في سالب بموجب، هتبقى 2.54% بالموجب، يعني هطلع فوق من نقطة E، هطلع مسافة 2.54%، هيديني النقطة اللي فوق دهي، النقطة دهي اللي هي ديت نقطة Y. هوصل نقطة X بنقطة Y، ده قطر الدايرة بتاعي، دي المحاور الرئيسية بتاعتي، محور X Y اللي هو هيبقى تقاطعه مع الخط الأفقي، المحور الأفقي هي نقطة C اللي هي مركز الدايرة، ونص قطر الدايرة اللي هي المسافة C X أو المسافة C Y. أقوم جاي فاتح البرجل بالمسافة C X أو C Y، وأقوم جاي رسم الدايرة بتاعتي كاملة، تمام. يبقى تاني، طب أنا خدت ليه النقطتين دول أي إكس وأي إكس واي وأي واي وسالب أي إكس واي؟ طب تعالى ما نشوف الرسمة اللي إحنا كنا بنمشيها حاليا من شوية. بص كده، نقطة إكس، نقطة إكس ده إحداثياتها إيه؟ الأفقي أي إكس، الرأسي أي إكس واي. يبقى نقطة إكس إحداثياتها على طول أي إكس وأي إكس واي. طب نقطة واي البعد الأفقي بتاعها، البعد الأفقي بتاعها اللي هو الأي واي. طب البعد الرأسي سالب أي إكس واي، يبقى إحداثيات نقطة واي أي واي ده الأفقي والرأسي سالب أي إكس واي. فده اللي أنا عملته، أنا عندي المعلومة دي، فبالإحداثيات ديت اللي هي الأي إكس والأي واي، آسف أي إكس والأي إكس واي، حددت نقطة إكس اللي هي النقطة دي، والاحداثيات النقطه الثانيه اللي هي اي واي وسالب اي اكس واي، حددت النقطه دي اللي هي نقطه واي، وصلت ما بينهم بالمسطره، ده القطر بتاع الدايره، هيقطع لي الخط الافقي اللي هو المحور الافقي بتاعي في نقطه سي اللي هي مركز الدايره، والمسافه سي واي او المسافه سي اكس هي نص قطر الدايره. اقوم جاي فاتح البرجل واسم الدايره، رسمت الدايره، رسمت الدايره، كونستراكت مورس سايكل بيزد اون ذا سيركل دايمتر بتوين ذا بوينتس، رسمت الدايره. المسافة OC، بص بقى المسافة OC ديت اللي هي الاي اف، اللي هي الاي اف صح، احنا عارفين اللي هي كانت بتساوي ايه، بتساوي اي اكس زائد الاي واي على 2، او عاوزين الاي اف هجيبها من على الرسم، الاي اكس زائد الاي واي على 2 هقراها من على الرسم وتطلع كده، دي المسافة OC. المسافة CD تمام برضه هحسبها، دي بتساوي ايه؟ بتساوي الاي اكس ناقص الاي واي، الاي اكس ناقص الاي واي، المسافه دي دي اي صح؟ الاي اكس ناقص الاي واي هي المسافه دي اي، لو قسمتها على 2 هيديلك المسافه سي دي،
يعني من المركز لنقطة دي أو مسافة سي إي. تمام، فهنحدد مسافة سي دي من على الرسم اللي هي هتطلع لك بالقيمة دي. ماشي، نص قطر الدايرة، نص قطر الدايرة هو الجذر التربيعي للمثلث، أي مثلث فيه سي دي تربيع زائد الدي اكس تربيع. تمام، هتقوم جاي حاسب نص قطر الدايرة. أو ما هو أنت أدام رسمت ده كده، مسافة سي اكس هي نص قطر الدايرة، بس أنت هنا بنحسبها من إيه؟ من المثلث القائم الزاوية، من المثلث القائم الزاوية. وبحسبها، بحسبها ليه؟ عشان أجيب أنا هحتاج بعد كده المسافة أو سي والمسافة سي دي دلوقتي، هنحتاجها دلوقتي وإحنا بنحل. طيب ال R زي ما احنا قلنا من شوية جذر التربيع سي دي تربيع زائد الدي اكس تربيع. الدي اكس ديت اللي هي الايه، الاي اكس واي اللي هي عندي قيمتها، والسي دي اللي انا حسبتها من شويه، فحسبت الار من هنا. طيب حلو قوي، انا كده رسمت الدايره بتاعتي. مطلوب ايه بقى؟ عاوز، كان عاوز اول حاجه ان انا احدد اماكن البرنسبال اكسس. انا عاوز احدد الثيتا ام او الاثنين ثيتا ام اللي هي الاورينتيشن بتاع البرنسبال اكسس. طيب احنا عارفين ان البرنسبال اكسس بتبقى الخط الافقي اللي هو مرسوم بالازرق ده، اللي هو الخط A B، والمسافه O A ديت الاي ماكسيمم، والمسافه O B هي ديت الاي مينيمم. وانا حددت المحور اكس واي بتاعي اللي هو المحور الاصلي. تمام، فهقوم جاي هقرا الزاويه ديت او هحسب الزاويه ديت. الزاويه ديت ما بينهم 2 ثيتا ام، 2 ثيتا ام. هو هنا انا بحسبها بالمثلثات، بحسب المثلثات، مش حاجه معتمده على القرايه. فهو هنا المسافات كلها هتلاقي بيجيب المسافات، مش بيقراها بالمسطره ويضرب في مقياس الرسم، لا بيجيبها لك بيحسب المثلثات. طيب عشان اجيب المثلث زاويه 2 ثيتا ام ديت، المثلث سي دي اكس تان 2 ثيتا ام هتساوي المقابل على المجاور، يعني هتساوي الدي اكس على السي دي. الدي اكس عندي قيمتها اللي هي الاي اكس واي، والسي دي انا حسبتها فوق اهيت اللي هي الرقم ده، اقسمهم على بعض اطلع التان 2 ثيتا ام، بالاله الحاسبه تان ماينس 1 اطلع 2 ثيتا ام، يطلع 47.6، اقسمها على 2 يطلع لي الثيتا ام بكام؟ 23.8. وبالتالي لازم ارسم له بقى المحور اللي هي البرنسبال اكسس، ارسمها له على الرسم ده، اهي الرسمه دي لازم ارسمها له عشان ابين له انا فاهم يعني ايه الثيتا ام. انا جبت قيمه الثيتا ام طلعت 23.8، فاقوم جاي ارسم له ده الشكل بتاعي، ده محور اكس اللي هو المحور الافقي، وده محور واي اللي هو المحور الراسي نقطه الاصل ايت. هقوم جاي واخد له من محور اكس الزاويه اللي هي 23.8 ديت واسميها الثيتا ام، والمحور اللي انا اللي هيترسم بيميل بزاويه سيتا ام اللي هي 23.8 ده اسمه محور A. ايه ليه؟ لان ال A دوت اللي هو بيبقى عليه الاي ماكسيموم، واعمل زاويه 90 درجه، واعمل محور B اللي هو عليه الاي مينيموم. يبقى انا كده حددت له اماكن البرنسبال اكسس، ده اول مطلوب. تمام؟ ده اول مطلوب، ان انا حددت السيتا ام ورسمتها على الشكل، حددت المحاور زاوية ميلها 23.8 والزاوية الثانية 90 زائد 23.8 يعني 111، 100 وكم؟ 113.8. تمام؟ ورسمتها. ده أول مطلوب. المطلوب الثاني كان عاوز the values of principal axis، يعني عاوز الـ i maximum والـ i minimum. واحد يقول لي ما الـ i maximum هي اللي هي المسافة O A، صح؟ ديت الاي ماكسيمم بالظبط، برافو عليك. طيب الاي ماكسيمم هنا بتساوي ايه؟ بتساوي، مش بتساوي او سي زائد الريديوس اللي هو المسافه سي اي اللي هي الريديوس، الاو سي اللي هي الاي افريج. ماشي، الاو سي اللي هي الاي افريج اللي انا حسبتها اهي عندي قيمتها، والريديوس انا حسبته، فاجمع الاثنين دول على بعض هيديني قيمه الاي ماكسيمم. اجمع الرقم ده 4.925 في 6 في 10 6 مع الرقم اللي هو 3
بوينت 4 3 7 في 10 6 هيطلع لي قيمة الاي ماكسيمم اللي قدامنا دي. طيب دي اول مطلوب، عاوز اجيب الاي مينيمم. الاي مينيمم اهي اللي هي المسافة او بي من على الرسم، صح؟ مسافة او بي بتساوي ايه يا شباب؟ بتساوي مسافة او سي اللي هي الاي افريج ناقص الريديوس اللي هي المسافة سي بي اللي هو الريديوس. تمام، يبقى الـ OB بتساوي الـ I average ناقص الـ radius. حلو، الـ I average فين؟ أهي يا عم الـ I average اللي هي الـ OC اللي هي 4.925 × 10^6 ناقص الـ radius، يبقى ناقص 3.437 × 10^6. أطرحهم من بعض هيطلع لي الـ I minimum بالشكل ده. ده قيمة الـ I minimum. حلو أوي، يبقى أنا كده أول مطلوبين طلعته، جبت له أماكن، جبت له اللوكيشن بتاع الـ principal axis، وجبت له ايه قيم البرنسبال مومنت اوف انيرشيا اللي هي الاي ماكسيموم والاي مينيموم. المطلوب اللي بعد كده كان مديني ان المحاور الجديده محور اكس داش ومحور واي داش. محور اكس داش بيميل بزاويه سيتا اللي هي بتساوي 60 درجه على المحور الافقي. عاوزني اطلع قيمه الايه الاي اكس داش والاي واي داش والاي اكس داش واي داش من على المور سايكل، مش باستخدام القوانين. طيب هرسم له الدايره تانية، نفس الدايره اللي انا رسمتها فوق اهيت، هرسمها تاني اهي. تمام، واطلعها ازاي؟ انا عندي، انا كنت راسم الدايره مور سايكل نفس الدايره اللي انت راسمها، بس انا راسمها تانية عشان تبقى باينه. يعني الدايره اهي اللي انت راسمها، ادي محور اكس واي اهوت اللي احنا حددناه باحداثيات النقط، محور نقطه اكس اللي هي بالاي اكس والاي اكس واي، ونقطه واي احداثياتها الاي واي وسالب اي اكس واي، ورسمنا المحور دوت والدايره رسمناها وحددنا نص قطرها وكل حاجه. عندي المحاور بتميل بزاويه سيتا بتساوي كام؟ 60 درجه. قلت لك في بدايه المحاضره لما اجي امثل الزاويه سيتا على المور سايكل بضربها في 2، بمثل 2 سيتا مش سيتا. يعني المحور هيلف بزاويه سيتا اللي هي 60 درجه، همثل انا ايه؟ ده المحور اكس اهو اللي هو السي اكس، ده محور اكس بتاعنا، والمحور هنا مال فوقيه يعني عكس اتجاه عقارب الساعه اتجاه الدوران المحاور، فانا هاخد هنا عكس اتجاه عقارب الساعه، بس الزاويه مش 60 لا 120، هضرب الزاويه في 2، فالزاويه اللي انا همثلها على المور سايكل 2 سيتا يعني 120 درجه. تمام، عملت ال 120 درجه، اقوم جاي راسم المحور سي اكس داش واكمله لتحت عشان يديني سي واي داش. يبقى انا كده حددت رسمت الايه المحور، المحورين الجداد اللي هو محور سي اكس داش اللي هو المحور يعتبر محور اكس داش ومحور واي داش اللي هو القطر اكس داش واي داش في الدايره. تمام، طيب بمنتهى البساطه خلاص انا رسمته، يبقى انا كده عرفت الاي اكس داش والاي واي داش والاي اكس داش واي داش. بس هو بقى ايه الرخامه بقى كده، هنجيبهم بحساب المثلثات مش بالمقياس، مش هنقيسه نضرب في مقياس الرسم. مبدئيا الاي اكس داش هي المسافه الافقيه دي، الاي واي داش هي المسافه الافقيه دي، الاي اكس داش واي داش هي المسافه الرأسيه دي. هو هيجيبهم باستخدام ايه؟ باستخدام حساب المثلثات. طيب قال لك الاي اكس ده الاي اكس داش هي المسافه الافقيه دي اللي هي المسافه اسمها او اف. طيب المسافه او اف مش بتساوي او سي زائد المسافة سي اف، الاو سي اللي هي احنا عارفينها اللي هي الاي افريج، فاضل المسافة الصغيرة ده اللي هي السي اف، هنجيبها من المثلث القائم الزاوية ده. تمام، طيب المثلث القائم الزاوية ده، الزاوية ده هي كام؟ سميناها فاي. طب فاي دي بتساوي ايه يا شباب؟ الفاي دي بتساوي ال 2 سيتا اللي هي 120 ناقص 2 سيتا ام، 2 سيتا ام اللي هي 47.6. جبتها منين؟ مش احنا عارفين ان المحور الافقي ده البرنسبال اكسس، والزاويه اللي ما بينه ما بين الافقي وما بين المحور اكس، الزاويه اللي هي معموله السهم بالاخضر ده، دي 2 سيتا ام، و2 سيتا ام احنا حاسبينها في المطلوب الاولاني، حاسبينها سيتا ام ب 23.8 و 2 سيتا ام، 2 سيتا ام ب 47.6. يبقى ال 47.6 الزاويه ده اهي، الزاويه دي 47.6 2 سيتا ام،
والزاوية دي كلها 120. فلو لو طرحت 120 ناقص 2 سيتا ام اللي هي 47.6 هيدي لك الزاوية فاي اللي هي الزاوية بتاعت فوق محور اكس، الزاوية بتاع المثلث سي اكس داش اف اللي هي الزاوية اف سي اكس داش، قيمتها هيطلع 72.4. حلو أوي، عرفت الزاوية فاي؟ تمام. وانا عارف ان السي اكس ده اللي هو الراديوس، سي اكس داش اسف سي اكس داش ده الراديوس بتاع دايره مور، يبقى اجيب ديت المسافه الافقيه دي هتساوي ايه؟ هتساوي السي اف ديت اللي انا عاوزها هتساوي الراديوس او السي اكس داش كوزاين فاي، سي اكس داش كوزاين فاي، اضيف المسافه ديت على الاو سي عشان اجيب المسافه الاي اكس سي الاي اكس داش، فيبقى الاي اكس داش اللي هي المسافه او اف جزء ايه اللي هي المسافه او اف دي كلها هتساوي الجزء الاولاني المسافه او سي ديت الاي افريج انا حاسبها من ايه من الاول زائد السي اف، السي اف هجيبه من المثلث القائم الزاويه هيساوي السي اكس داش كوساين فاي، السي اكس داش اللي هي الراديوس نص القطر عندي، والفاي احنا حسبناها زي ما انا قلت لك 120 ناقص 2 سيتا ام طلعت ب 72.4 كده حسبت الاي اكس داش. تمام يا شباب معايا؟ تمام يا شباب؟ شباب تمام يا دكتور. تمام؟ تمام. طيب بنفس الطريقة عاوزين نحسب الاي واي داش، الاي واي داش هي المسافة او جي صح؟ المسافة الأفقية او جي، طب الاو جي ديت هي ايه؟ او سي ناقص سي جي صح؟ يبقى او سي اللي هي الاي افريج ناقص السي جي، السي جي نفس الكلام الزاوية فاي عندنا اهي هتساوي ايه؟ الاو واي داش السي واي داش كوزين فاي، السي واي داش اللي هي ار كوزين فاي، يعني هتساوي الاي افريج ناقص الار كوزين فاي هتطلع الاي واي داش بنفس الطريقه ديت قيمه الاي واي داش، فاضل الاي اكس داش واي داش اللي هي المسافه الراسيه دي اللي هي اسمها ايه؟ المسافه اف اكس داش، المسافه اف اكس داش هجيبها من المثلث القائم الزاويه اللي فوق ده اللي هتساوي هتساوي السي اكس داش ساين فاي، سي اكس داش او الار ساين فاي، الار ساين فاي هتطلع قيمة الاي اكس داش واي داش زي ما هي قدامنا كده. تمام، دي طريقة حساب استخدام مو سايكل في ان احنا نحسب الحاجات اللي كنا بنحسبها من المحاضرة اللي فاتت بس بيانين، بس ايه بيانين، عرفنا ازاي نرسم مو سايكل ونحسب من عليها الاي اكس داش والاي واي داش والاي اكس داش واي داش للمحاور الجديده اللي هي اي سيتا. تمام، باستخدام مو سايكل وايه تحليليا او بيانيا اهو باستخدام كل الايه، بحدد بس البعد عندي على المو سايكل وبحسبه بالزوايا وكوزاين الزاويه واحسام المثلثات اقدر اطلع القيم اللي انا عاوزها بدقه. ميزة الموضوع ده عن مقياس الرسم، مقياس الرسم هيفرق الملي هيفرق معاك في القيم، فأنت لما تحسبها كده ترسم الدايرة مقياس رسم وتحددها تمام وتحسبها بحساب المثلثات هتطلع معاك الأرقام مظبوطة ما تخرجش المية زي ما بيقول. طيب هنا المومنت اوف انيرشيا اوف اماس، المومنت اوف انيرشيا اوف اماس يعني بيقول لي لو انا عندي كتله اسمها دلتا ام بتبعد مسافه ار عن محور اسمه ايه داش، فالكتله ام ديت هتلف حوالين المحور ده، هيبقى المومنت اوف انيرشيا للماس ديت هي عباره عن الكتله اللي هي دلتا ام في مربع المسافه اللي هي ار تربيع، ديت الايه المومنت اوف انيرشيا اوف اماس كتلته دلتا ام وذ ريسبكت تو ذا اكسس
المحور اللي هو A A داش. بدل ما كنا بنقول في ال احنا كنا بنقول مومنت اوف انيرشيا للاريا، كنا بنقول الدلتا اريا في الارض تربيع، في المسافه تربيع يعني. او كنا بنقول مثلا الاي اكس، كنا بنقول واي الدي اي اكس مثلا بتساوي الواي تربيع في الدي اريا. يعني كانت هنا بنضرب في اريا، بدل ما كنا بنضرب في ماس كنا بنضرب في الاريا، كان المومنت اوف اريا. اما هنا مومنت اوف انيرشيا اوف اماس هيضرب في الكتل، تمام؟ طيب نفس الكلام زي ما كنا بنعمل في الاريا. لو انا عندي جسم الشكل اللي قدامك ده بطاطسايه ديت، وهي عباره عن كذا كتله، دلتا ام 1 دلتا ام 2 دلتا ام 3 دلتا ام 4 وهكذا، كل كتله بتبعد، الكتله الاولانيه بتبعد مسافه ار 1، الكتله الثانيه بتبعد مسافه ار 2، الكتله الثالثه بتبعد مسافه ار 3 عن المحور بتاعك اللي هو ايه A داش. عاوز تجيب الاي اللي هو المومنت اوف انيرشيا اوف اماس للشكل ده، هتجمع تقول له ار 1 تربيع في دلتا ام 1 زائد ار 2 تربيع في دلتا ام 2 زائد ار 3 تربيع في دلتا ام 3 وهكذا. يعني تقدر لو هم كتير بقى تقدر تجيبها عن طريق تكامل. لو هو الشكل مش منتظم زي ما هو قدامك كده البطاطسايه ديت، هتاخد شريحه كتلتها دلتا ام او دي ام، وبتبعد مسافه ار عن المحور اللي انت هتجيب عليه المومنت اوف انيرشيا او الماس مومنت اوف انيرشيا، ويبقى الاي هتساوي تكامل ار تربيع في الدي ام ديت الماس مومنت اوف انيرشيا، تمام؟ زي بالظبط اللي كنا نقوله في الاي اكس والاي واي، بس هنا شلنا الاريا الدي اريا وحطينا مكانها الدي ام دي ماس. ده لو احنا عايزين نجيب الماس مومنت اوف انيرشيا. طب الماس ايه علاقتها بالاريا؟ الماس بتساوي رو في الفي، كثافه في الحجم، ماشي؟ الكثافه لو الجسم بتاعك هوموجينيس هيبقى الكثافه بتاعت الجسم كلها ثابته، لها رقم معين، رقم ثابت، والفوليوم بقى على حسب الشكل، تمام؟ ده الماس ديت يا يعني اما هو لو هو الجسم بتاعك 3 دايمنشن هيبقى الماس بتاعتك الرو في الفي. طب لو الجسم بتاعك بليت 2 دايمنشن هيبقى الكثافه بتاع الماس بتاعتك الرو في الاريا، لان السيكنس مهمل لو ورقه مثلا او بليت مسطح، فالكتله بتاعته هتبقى مساحه، المساحه السطحيه بتاعته في الكثافه. طب هو لو واير او خيط هيبقى الكتله بتاعته هتساوي الكثافه بتاعت ماده الواير دوت في طوله، في الطول بتاعه، لان الكروس سكشن اريا صغيره خالص. فده الشكل يعني الدي ام ديت تعتمد حساباتها على الشكل بتاعك، هل هو 1 دايمنشن ولا 2 دايمنشنز ولا 3 دايمنشنز، كثافه في حجم لو 3 دايمنشن، كثافه في اريا لو 2 دايمنشن، كثافه في طول لو 1 دايمنشنز. طيب كنا قلنا في حاجه اسمها for a concentrated mass with equivalent mass moment of inertia. يعني ايه؟ لو احنا قلنا radius of gyration للاريات، لو انت الكتله دي كلها عملتها كتله مركزه اسمها ام، بحيث ان الاي اللي هو هنا الماس مومنت اوف انرشيا انت حسبتها، والكتله ام دي بتعمل نفس المومنت الماس مومنت اوف انرشيا اللي هو الاي حوالين محور الايه اي داش، والكتله ام دي بتبعد مسافه عموديه اسمها كي عن المحور بتاعك اللي هو محور اي اي داش. فكانت الاي هتساوي ايه؟ هتساوي مربع المسافه العموديه اللي هي كي تربيع في الام، وبالتالي كانت كي بتساوي جذر التربيع للاي على الام، والكي ديت اللي هي الريديوس اوف جيريشن نصف قطر القصور للماس الكتله بتاعتي المركزه اللي هي اسمها ام، بحيث ان الكتله المركزه دي اللي ام دي تعمل لي نفس المومنت الماس مومنت اوف انيرشيا بتاع الشكل كله، تمام؟ ده بالنسبه للايه للريديوس اوف جيريشن. نفس القوانين بس مع اختلاف، هنشيل الماس ولو حطينا اريا هدينا القوانين اللي احنا خدناها في المومنت اوف انيرشيا للاريا للاريات. طيب بيقول لك هنا ايه؟ المومنت اوف انيرشيا وذ ريسبكت تو ذا واي كوردينيت اكسس.
طيب هنا لو انت عندك الكتلة بتاعتك، الكتلة بتاعتك بتبعد مسافة r، مسافة عمودية r عن محور y. المسافة العمودية ده خط المنقط ده، ده المسافة اسمها r. لو جيت تسقطها على مستوى x و x z اللي هو المستوى اللي تحت ده، هتلاقي ان الكتلة اسقاطها هنا مكان الكتلة دي m تحت هنا، وديت البعد r عن نقطة الأصل، تمام؟ فهتلاقي ان الار ديت ممكن تتحول خط مائل، تتحلل لمركبتين، مركبة في اتجاه محور اكس اللي هي المسافة اكس، ومركبة تانية اللي هي المسافة التانية ديت اللي هي المسافة في اتجاه محور زد اللي هو المسافة دي زد. من المثلث القائم الزاوية هتلاقي ان الزاوية دي قايمة، فهتلاقي ان الاكس تربيع زائد الزد تربيع هتساوي الار تربيع، وبالتالي الاي واي، الاي واي هتساوي ايه؟ هتساوي الاي زد زائد الاي اكس، اي زد زائد الاي اكس. او بمعنى تاني الاي واي لو انا عاوز اجيب الماس مومنت اوف انرشي بالنسبه لمحور واي، يبقى وانا مغمض هتساوي تكامل الار تربيع في الدي ام، بس الار هنا هتساوي ايه؟ هتساوي تكامل ليه؟ انا بجيب حوالين محور واي، يبقى هاخد البعدين عن المحاور التانيه، هاخد بعد اللي هو اكس تربيع زائد زد تربيع، يبقى الار هنا هتساوي ايه؟ زد تربيع زائد اكس تربيع في الدي ام. طيب نفس الكلام لو انا هجيب الماس مومنت اوف انيرشيا بالنسبه لمحور اكس، بالنسبه لمحور اكس يبقى البعد ار بتاعك هيتحلل لمركبتين اللي هما المركبتين التانيين، واي تربيع زائد زد تربيع، يبقى هتساوي تكامل واي تربيع زائد زد تربيع، كل ده موجود في الدي ام. لو انا هجيب الاي زد، لو انا هجيب الاي زد يبقى دلوقتي المسافه ار بتاعتك هتحاول تتحلل لمركبتين اكس وواي، اكس تربيع زائد واي تربيع، يبقى في الحاله الاي زد هتساوي تكامل اكس تربيع زائد الواي تربيع في الدي ام. الثلاث قوانين اصلهم تكامل الار تربيع في الدي ام، قيمه الار هتختلف على حسب انت بتجيب بالنسبه لانهي محور، فانت هتسقط على المستوى الثاني. لو هتجيب الاي حوالين محور اكس، فهتسقط الكتلة هتسقط الكتلة بتاعتك على المستوى الثاني اللي هو واي زد، فهتلاقي ان البعد بتاعك الار دو بيتحلل لواي تربيع زائد زد تربيع. لو هتجيب حوالين محور زد، فهتسقط على مستوى اكس وواي، فهتلاقي ان البعد بتاعك اكس تربيع زائد واي تربيع. لو هتجيب حوالين محور واي، فهتسقط على مستوى اكس زد زي ما هي موجودة في الرسم، فهتلاقي ان الار تربيع بتاعتك بتساوي اكس تربيع زائد زد تربيع، وهكذا. تمام، ديت لو انا عاوز اجيب الاي حوالين اي محور من الثلاث محاور الرئيسيه اكس او واي او زد. طبعا هنا بيقول لي الوحدات بتاع الماس مومنت اوف انيرشيا بالاس اي يونتس اللي هي الوحدات الدوليه اللي احنا بنستخدمها، هي ايه؟ ار تربيع يعني بعد تربيع في الدي ام يعني في كتله، يعني هتبقى وحدتها كتله كيلو جرام، ومسافه متر، متر مسافه تربيع يبقى متر تربيع، يبقى وحدتها وحدة الماس مومنت اوف انيرشيا كيلو جرام متر تربيع. طيب لو وحدات تانية بقى اليو اس كاستمر يونتس سلاج، سلاج اللي هي شبه الوحدات البريطانية سلاج، الكتلة بالسلاج والبعد بالقدم او بالفوت، يبقى سلاج فوت تربيع. السلاج ده ممكن بيساوي الاي بي اللي هو الرطل سكند تربيع على الفوت في الفوت تربيع، يعني يديلك الوحدات ديت. طبعا احنا هنشتغل بالوحدات الاس اي عشان من ايه ما نقعدش نحول وتحولات غريبه، هنشتغل بالوحدات الاس اي. طيب هنا زي ما قلنا نظريه المحاور المتوازيه البارل اكسس هيل في الـ مومنت اوف انيرشيا، وزي ما قلناها في البرودكت اوف انيرشيا برضه بنقولها في الايه الماس مومنت اوف انيرشيا او المومنت اوف انيرشيا اوف ماسس. نفس الكلام بس ده اثباتها، ده الاثبات بتاعتها ان
انت دلوقتي هتجيب عندك محورين، خلينا هنا في الرسمة اللي تحت، انت عندك دلوقتي الاي حوالين محور اللي هو ايه، ايه داش ده اسمها اي، تمام؟ وجيت عملت محور تاني بيوازي المحور ده اللي هو المحور بي بي داش، وبيمر بمركز ثقل الجسم بتاعك اللي هي النقطة جي، لازم يكون بيمر بمركز الصفر. احنا قلنا المحاور المتوازية لها شرطين، لازم يكون المحورين بيوازوا بعض، ده أول شرط. الشرط التاني إن يكون واحد فيهم اللي هو المحور اي داش ده، أو المحور اللي هو هنا ده لازم يكون بيمر بمركز ثقل الجسم اللي هو المحور بي بي داش. والعلاقة بتاعتنا إن الاي حوالين أي محور بتساوي الاي حوالين محور بيمر بمركز الثقل وموازي للمحور الأولاني اللي هو الاي داش، زائد الكتلة في مربع المسافة العمودية بين المحورين، زائد الكتلة في مربع المسافة العمودية بين المحورين، يبقى زائد الام في الدي تربيع. احنا كنا بنقول في المومنت اوف انيرشيا للاريا كنا نقول ان الاي اكس مثلا بتساوي الاي اكس داش زائد الاريا في الواي تربيع، او الاريا في مربع المسافه بين المحورين. هنا هنشيل الاريا بس هنحط مكانها الماس الكتله، لان احنا بنشتغل بنجيب الماس مومنت اوف انيرشيا، تمام؟ ده الاسباب بتاعها، لو عايزين نشوفه نشوف يعني الاسباب بتاعها جه منين. جه ان انا دلوقتي عندي المحاور الاصليه اللي هو محور او اكس، ده محور اكس وده محور واي، ده محور اكس اللي هو الافقي، وده محور الزد، وده محور واي، تمام؟ وجيت انت عملت مركز الثقه اللي هو النقطه جي، جيت عملت عندها محور اكس داش ومحور الراسي ده محور واي داش وده محور زد داش، تمام؟ فلو انت اسقطت مركز الثقل ده هنا كده هيديلك النقطة B، لو اسقطته في المستوى اكس زد هيديلك اسقاطه هيديلك النقطة B. هو النقطة G كده فوق، ما هيش في مستوى من المستويات الثلاثة، فهي دلوقتي ما هياش في المستوى، لا هي في مستوى اكس زد ولا في اكس واي ولا في واي زد، هي لها ثلاث ابعاد اكس وواي وزد، تمام؟ زي ما انت شايف اهو البعد بتاعها، هو ده اكس داش، ده البعد بتاعها اكس داش، وده زد داش، والبعد الرأسي ده واي داش، ماشي؟ اللي هو البعد ما بين النقطة جي والمستوى الأفقي اللي هو البعد واي داش، تمام؟ القانون بتاع لو أنا عايز أجيب الأي إكس، الأي إكس قلنا هتساوي تكامل واي تربيع زائد زد تربيع في الدي إم، تمام؟ الدي إم أهي. الدي ام هيت لو جيت بصيت المسافه، لو جينا نشوف المسافه واي اللي هي المسافه ما بين الكتله والمستوى الافقي اللي تحت ده، هنلاقيها هتساوي الواي داش المسافه بين الكتله ومحور اكس داش او المستوى اللي هو اكس داش زد داش زائد الواي داش، الواي داش بتاعتنا ده اهي، يعني اي مسافه هتتقسم لمسافتين. ركز معايا، الكتله دي ام، دي لو عايزين نشوف الواي بتاعتها، يعني ايه الواي؟ بعد الكتله ام عن المستوى اكس، المستوى الافقي هو المستوى اكس زد، يعني لو اسقطت الكتله دي على مستوى اكس زد المسافه الراسيه اللي ما بينهم هي دي المسافه واي، تمام؟ فالمسافه ديت هي لو جيت تجيبها في المحاور الجديده اللي معموله بالاحمر هتلاقي هي هتساوي البعد ده اللي هو واي داش اللي هو بعد الكتله عن المستوى اكس داش زد داش زائد بعد المستوى ده هو عن المستوى اللي تحت اللي هو المسافه واي داش، اللي هو المسافه واي داش هي البعد ما بين المستويين المحاور الجديده والمحاور القديمه اكس داش زد داش ومستوى واي اكس زد، ده المسافه الرئيسيه ما بينهم هي واي داش. دي اول حاجه. بنفس الطريقه الزد اللي هو البعد المائل ده ما بين الكتلة والمحور زد هتلاقيه برضه هتساوي زد داش
زائد الزد بار ديت اللي هي المسافة بين المستويين كل تربيع. هتيجي كل اللي هنعمله هتفك الايه، هتفك الاقواس، نفك الاقواس ماشي، فك القوس ده وفك القوس ده. فانت هتلاقي هنا لما تفك هتلاقي هنا في واي داش تربيع وفي زد داش تربيع اهو، خدناهم مع بعض مضروبين في الدي ام، وهتلاقي في هنا 2 واي داش ماشي، 2 واي داش 2 واي بار واي داش في الدي ام، وفي هنا 2 زد داش في زد بار في الدي ام، وفي هنا عندنا الواي داش تربيع زائد الايه زائد الزد ده زد واي بار تربيع زائد زد بار تربيع، كل ده في تكامل الدي ام. بص هتلاقي الترمين ده هم الترمين ده هم هيهملوا، الترمين دول هيهملوا. ليه هيهملوا؟ لان الدي ام صغيره تمام، ولما تيجي تضرب الدي ام الدي ام في الـ في الـ في الزد داش في الزد داش الترمات دي هتلاقي قيمها صغيره خالص، فالترمين دول هيهملوا. هيبقى عندك الترم الاولاني ده والترم الاخراني ده. الترم الاولاني الترم الاولاني اللي هو الاي اكس داش، ليه الاي اكس داش هتساوي تكامل الواي داش تربيع زائد زد داش تربيع في الدي ام، ده الترم الاولاني اللي هو الاي اكس داش. والترم الثاني تكامل الدي ام اللي هو الام في البعدين التانيين اللي هو واي داش تربيع زائد الواي بار تربيع زائد الزد بار تربيع، البعدين دول اللي هم دول الترم الثاني ماشي. البعدين دول احنا عارفين هما الار تربيع لو احنا بنتكلم بقى كبعد واحد، او هنا لو في الرسمه اللي تحت بيناظروا الدي تربيع، وبالتالي الاي اكس الاي اكس هتساوي ايه؟ هتساوي الاي اكس داش اللي هي حوالين المحاور الجديده زائد الكتله في مربع المسافتين التانيين اللي هو واي داش تربيع زائد زد داش تربيع. الواي داش اللي فوق ديت والزد داش اللي فوق دي اللي هم الايه الابعاد بتاع الابعاد ما بين المحاور الجديده والمحاور القديمه ماشي، الابعاد ما بين المحاور الجديده والمحاور القديمه. نفس الكلام الاي واي هتساوي الاي واي داش زائد الكتله في مربع اللي هي زد داش تربيع زائد الاكس داش تربيع. نفس الكلام الاي زد هتساوي الاي زد داش زائد الكتله في الاكس داش تربيع زائد الواي داش تربيع اللي هم البعدين التانيين، بحيث ان الاكس داش والواي داش والزد داش هي المسافه ما بين مركز الثقل، يعني الاكس داش والواي داش والزد داش هي احداثيات مركز الثقل بتاعنا، هي احداثيات مركز الثقل بتاعنا، البعد ما بين مركز الثقل ومحور اكس ومحور واي ومحور زد القدام بتوعنا تمام كده. ده لو عاوز اعمل استخدم نظريه المحاور المتوازي. احنا هنقف لحد كده النهارده، والمره الجايه هنكمل وناخد امثله والكلام ده تمام يا شباب. وقفنا عند نظريه الباب الاكسسيريم، هنقف بقى واقفين عند المومنت اوف انيرشيا اوف ايه سين بليد. حد عاوز يسال في حاجه؟ دكتور باذن حضرتك اتفضل. لما باجي بجيب اي اكس واي لمثلا مثلث واقع في الربع الربع، هي المفروض تطلع سالب صح؟ انت بتتكلم على ايه بس معلش؟ مثلث لا مش هنا، لا مش هنا، بجيب الاي اكس واي ماشي لمثلث في الربع الربع، مش المفروض تطلع بالسالب؟ مثلث في الربع الربع ايوه، لو عندك بعد موجب وبعد سالب هتطلع سالب تمام. بس الربع الرابع اللي هو تحت الربع الاول صح؟ يعني هيبقى عندك الاكس موجبه والواي سالب، ماشي تطلع سالب ايه المشكله؟ ما هاجي كمان من سالب من سالب واي لصفر، فالكومه هتطلع موجب في الاخر مش هتطلع سالب زي ما احنا واخدين. من سالب واي لصفر؟ ليه من سالب واي لصفر؟
من أصغر قيمة لغاية القيمة النهائية. ثواني بس، ثواني. انت دلوقتي لما تيجي تجيب البرودة في انيشيا، احنا قلنا بناخد الشريحة رأسية مثلا، ماشي؟ تمام. يبقى عندك الشريحة لو هي رأسية يبقى البعد واي متغير، والدي اكس انت هتكمل بالنسبة لإكس، صح؟ بالنسبة لإكس ماشي فالإكس بتاعتك هتتغير مثلا من زيرو لرقم. ماشي، اصل الاكس هنا في الربع الرابع مجاور فخلاها افقيه، انا خدتها افقيه عشان اكمل بالنسبه للواو. ماشي، خدها أفق. أنت عاوز تاخد الشريحة أفقية، الواي هتتغير من إيه؟ من سالب 40 لصفر، او من سالب اي قيمه يصل لصفر. أعتقد هتتظبط معاك بقى. ما أنت برضه خلي بالك، هتبقى في حاجة، ما هي المسافة الدالة نفسها هيبقى فيها سالب. ما هي ما هو السالب بتاع اللي انا معوض بسالب واي لا اروح لا، مع هي السالب. هتطلع معاك برضه في الآخر. طب اعملها كده، هتطلع معاك سالبة، لأنك أنت ما أنت فيه هتجيب علاقة بين الإكس والواي، ما هي مثلا تكامل إكس واي دي إيريا، صح؟ ماشي فأنت هتجيب علاقة بين الإكس والواي عشان تشيل الإكس وتحط تشيل مثلا، لو أنت شريحة أفقية يبقى عندك كله دالة في واي، فتشيل الإكس وتعمل عليها دالة في واي. وانا لما اجي اشبه المثلثين بس شبه اطوال، فهتبقى احط الاكس موجبة والواي موجبة. ماشي، بص بص، اعملها على مسألة وشوف هتطلع معاك ايه، بس هي المفروض تطلع معاك سالبة. تمام اعملها بس على مسألة، بس هي محتاجة تيجي على مسألة، مش هينفع تجيبها كده، لأن أنت في التعويض والكلام ده كله هتطلع هتظبط معاك. تمام ماشي يا عم، ماشي يا شباب.